مشاهدي وتشبيع قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجين بالجملة بمدينة الدار البيضاء. جينا مرة أخرى ناخذ لكم الأثمنة ديال الدجاج في هذا الصباح من قلب سوق الدواجين، ودائما معنا الحاج جرمومي اللي يعطينا الأثمنة في هذا الصباح. كيقولنا بأن الدجاج زاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نصلي على النبي بخير لاباس. كنسلم على جميع خوتنا المغاربه في ارض الوطن وخارج الوطن، وكنسلم على جميع التجار وجميع ما خلق الله سبحانه. تفضل سيدي. اليوم الرومي، اليوم طالع شويه الرومي، السلعه قليله شويه، بدا ب 15 ونص، ولا كنسلم ب 16 درهم. باش 15؟ بدا ب 310، ولكن دابا 320 كاينه دابا. 310 دابا بدا بها الصباح، اما دابا 16 درهم اللي كاينه دابا. 16 درهم هنا؟ 16 درهم اللي كاينه درك. يعني 320 320 في السوق الداخل هنا بالجمله. 360 في الحانوت. 320 اللي عيبيع. دابا اللي غادي يحول الحوانت، غيهز من المارشي ويدي يحول الحوانت. غيدي ب 16 درهم. ولكن الناس اللي كيبيعوا لي الحوانت غيبيعوا ب 18 درهم. 360 360 360 ريال. 160. ولكن البوادي دوك الناس اللي يخرجوا يقدروا يبيعوا لهم ب 40 هذوك. حنت سالكين هذوك دابا، حنت دابا الناس محاولين السلعه لهنا. وتيخلصوا عليها شويه. انا ذاك الكيطانس ديال البابن تزيد واحد شويه الصير، واحد 15 ريال ديال حنت، راه ماشي هما كاين شويه زياده هنا. وديال الناس ديال القراوي راه هما يراعيوا الناس خوتهم. كنهضروا على مدينه الدار البيضاء والنواحي. حنا تنهضروا على المغرب كله كامل، نقول لهم شنو كاين، ولكن الدار البيضاء اليوم دايره 16 درهم. والبرشيد وبير جديد والنواحي ديال الزمور والنواحي ديال خميس الزمامره وهذا الخميس ديال سيدي الحجاج، الخميسات كلهم ان ياكلوا غيشروا عندهم ب 340 ريال. هذوك الناس يشروا عندهم 340. علاش؟ حيت هو جايبهم خايدهم الفيرما ب 300، ما مخلص داكشي قريب، يحسبوا الناس ب 17 درهم باش حنا نعاونوا في الاقتصاد ديال البلاد ونساهموا مع خوتنا. وتلك السم ما نضروش، عندك السم دابا راه ما تيخرج ولا وشوف الثمن، راه دابا عندك دابا هذه الفيرما ب 290 البارح 300. راك السم باقي، حنا دابا كاين شويه الصير وكاين المصروف، كاين مشاكل تما عندهم الله يكون في العون. وهذا الشهر كله كلشي كيفاش داز عندهم، داز عندهم صعيب شويه. طلبوا الله يعوض لهم. عند مول الحانوت. اللي ياخذ الحانوت 360 ريال. ما يزيدش عليك، ما يزيدش علينا، يزيد عليا. حنا باغي نزيدو ولا باغي نتقادو؟ راه باغي نتقادو معاهم، ما باغيش نزيدو عليهم. حنا راه تنوصلو ليهم باش يعرفوا شحال غادي يشريو. واخا انا تيقول لك هاد الحوانت هذاك ما سوقوش خاصو يدخل في هاد الحوايج، حنا خويا راه غتنوصلو لك، ما حتش نفرضو عليك. ولكن اللي تفرض عليك هي الدوله، اللي غتفرض عليك هاد الشيء، وانا غتحصل في شي فخر غتشد فيه. ديك الساعه راه غادي تشوف تعرف تنقول لك صحيحه ولا ماشي صحيحه. حنا تنقول لك هاد الشيء اللي تيكون، وهادشي راه ماشي حنا درناه، هادشي راه كان من اول الزمان، ماشي الا بدا. تمشي غلط، الثمانات راه كنديروا تسعيره كل نهار، وراه عندنا العماله ديال عين السبع، تنشكروا سعاده العامل، راه تيدي الثمانات من هنا، وتيوصلهم وتيشوف الدجاج واش كافي، واش كاين الكافي، واش ما كاينش، واش خاص الخصاص، ولا كاين الحمد لله أمور مقاده، الأمور مقاده، كاين الدجاج، كاين البيبي، كاين الدجاج الحمراء، كاين البيضه، كل شيء موجود في السوق.
حتى حاجه، ما خاصه غير التمر ديزو تنقص مع الحراره اللي دازت تتمحن شويه الدجاج. ودابا الحمد لله دابا راه كتعرف دابا 87 كاين الفاكونس عندنا، كاين الناس اللي يجوا من برا عندنا للبلاد، وكاين الناس يديروا الوليمات وهذا تمشي للسوق، تيطلع السوق ولكن غادي ضروري تزاد السوق ضروري، حنا ضروري هادشي غادي تزاد ماشي. وراه انه الناس دابا شاريين الغلا، ماشي زعما الناس مربين دابا الكسابه عندنا زعما نروحوا نزيدوا للناس، انا الكسابه مضرورين ماشي نقول لك راه حنا خايدين كاين شويه الغلا، كاين الغلا كاين الغلا. هاد الكروازي الحاج اللي قدامنا هذا ها هو هاد الدجاجه هادي تبعت ب 6 درهم ونص 130 ريال. هادي شنو هي؟ هادي نص نص، ما مكسيه ما عريانه. والمكسيه الطوسيه بحال هادي اجي باش نوريو الناس يفهموا ما عرفوا شويه بحال هذه بحال هذه كامله. هذه تبعت 240 240 240 260 الكيلو الكيلو. لا هذه ماشي 240 260، قول لي شحال ياخذ ياخذ المستهلك من عند غادي ياخذ باش ما الكيلو غادي ياخذ هذو 16 درهم. هذه حتى هذه قليله في السوق ما كايناش بزاف، حنت كاع الفياجات اللي كاين كامل باش يحسبوها بحال البلدية. لا لا هما تيشوفوا اللي تيشوف توصيه، نقول لك باش نكون واضح راه بحال هذه بحال هذه. غير هذه عندها الريش بزاف، هذا هو المشكل فين كاين. هذا هو علاش الناس تيقول لك تيبغي التوصيه تعطيهم تيبيعوا لهم هذه. يعني بحال هذه بحال هذه بحال هذه نفس البطيمة. بيناتهم الريش. الريش هذه نفس البطيمة نفس كل شيء، ما كانش مشكل فيها ما كاين حتى شي حاجة الحمد لله سليمة مليحة زوينة كل شيء فيها كل بحال المذاق اللي فيها هذه المذاق اللي فيها هذه ما كان حتى شي فرق. غير دابا الناس كل عينه كل واش يجي الله يسهل عليه، اللي ميسر الله الله يعاونه ما تحسدوش، واللي ما عندوش الله يجيب ليه. تتريش بحال بحال. مالا تريش كل شيء تيولي بحال بحال. بحال هذه بحال هذه بحال هذه الا الرومي والكروسية البيضاء وهذا تيكون شويه الفرق. حنت الرومي مش بحال الطياب. الرومي راك عارفه دغيا تيطيب بالخف، هذا هو اللي كان الناس تيعرفوا الحمد لله المغاربه راه دار الكرم كلشي تعرفوا هاد الحوايج تنقولوا نوصلوا لهم. واخا الحاج مارادونا اللي كنسميه الدجاجه المارادونا تبعت 9 درهم اليوم. طاحت 9 درهم باش تبعت اليوم. شحال ياخذوا الناس؟ ياخذوا ب 11 درهم. 11 درهم ولكن شي ناس دابا دوك مالي المادر كاين واحد الدجاجه رقيقه. دابا بحال دابا الفياش تكون فيه 10 شبكات ولا 15 شبكه رقيقه تيجيو دوك مالي المادر تيبيعوا على الوحده. داوها 160 ريال باش داوا من هنا. 150 160 يبيعوا لهم الكيلو يبيعوا لهم ب 40 درهم ما يزيدوش ريال. ناضيه ويذبحوا لي شغلوا هذاك حنا ما تندخلوش في الذبيحه. اما تنقولوا احنا باش يبيع للناس ويلا خدم معاه وريش عليه ولا دار يخلص في الترياج ديالو عادي داكشي. انا والحاج حنا تنهضروا على الاثمنه باش غادي ياخذ الدجاج. هادشي باش نوصلوا لي تنوصلوا لي بشحال ياخذ الدجاجه باش خاصو ياخذها. البيبي الحاج البيبي اخويا زاد شويه الثمن اليوم. البيبي اليوم هنا البيبي 460 ولكن البيبي قليل غادي يزاد في الثمن. البيبي قليل حنت حنا دابا الدار البيضاء تكون شويه ناقص في الثمن في بحال الحوايج دابا عند البيبي البيض حنت دابا الناس يخرجوا للبوادي دابا بحال جديده بحال المناطق السياحيه فيها الثمن وفيها الغلا وفيها البيع والشراء. دابا الدار البيضاء الله يكون في العون ساكن الناس كان عند بورطمون عند وليدات تيخرج للعروبيه تيمشي يسافر تيخرج باش الدراري يتنفسوا راك عارف دابا العطله الحمد لله وهذا تنطلبوا يمشيو سالمين ويجيو سالمين تيمشيو تيتقداو تيمشيو تقداو من تما تتقول البيع والشراء تما تتكون. ولكن الرومي اليوم ما نهضروش عليه الرومي اليوم شاد في الثمن مزيان باش ما نقولوش كذب ولا تقول الناس اللي نوصلوا لهم ما نكذبوش عليهم. البلديه الحاج الدجاج البلدي 60 درهم راه طاح عاوتاني. طاح 60 درهم اللي كاين دابا غادي حد الحد سخون. دابا الحد سخون ما تبقاوش الناس يزعموا لي بزاف. دابا هادشي اللي كاين 60 درهم اللي كاين في السوق اليوم. يا اخي ما نصورش معاك انا غادي باغي نهز الطوموبيل ديالي والناس كيقولوا لي بان الحاج كيعاني من مشاكل ان الناس كيعيروا هنا في السوق. ضروري ضروري هادشي ضروري بالضبط. صور ان قالوا لي بان كيجيبوا الدجاج بزاف الاحمر باش يطيحوا لك الثمن ديال باش كتبيع انت. لا لا هذا واخا يطيحوا داك الشيء الله لا قادر عليه ولا ما نتسوق عليهم ويرسافر وصم. شنو ترد عليهم؟ شنو ترد؟ الله يسهل عليهم انا الله يجيب لي من الرزق بغيتهم يجيبوا 100 فاياج ونطحن لهم هنا. ما اديش فيهم الجرام ديال المشكل. انا اللي بغاو يصدقوا الله يعاونهم نتصدقوا انا وياهم ما كاينش المشكل. ما عندناش مشكل في هذا الشيء ما تيضرناش هذا الشيء. خونا المغاربه اللي كانوا يستاهلوا ولكن انه الحاجه الوحيده اللي نقولها انا مولي الفيرما ما تخرجش نهرسهم. الا باغي نلعب لعب بجيبي. ما لعبش نجيب مول الفيرما. ماشي نطيح الثمن لهنا ونمشي نقول لمول الفيرما راه السوق طايح. لا سيدي ونعطي 8000 ولا 10000 ونقول يا ودي الميساج. راه ما تنقصوش السيدي اللي يكتبوا. هذاك السيد اللي تنقصوا واحد الراجل واحد الحاج الله يعمره دار. ولكن انا اللي تدور لنا في السوق كاين المراوغات وكاين المتحيرات وكاين نوصلوا لهم داك الشيء اللي كاين بالضبط.
باش ما نهرسوش كالسابق باش نبقاو معنا للسابق، حيت كاينين سنة تيدور مساك الله يكون في العون ما خافوش الله هادشي اللي عطاهم الله سبحانه تيمحنوا الكسابة وتيبغوا يمحنوا حنا ولكن حنا راه ما تنتمحنوش، حنا الامور تنجيو تنترينو تنسخنو تنطلعو للدار، انا حنا راه قلنا ونعاود نقولها، انا 20 درهم والله تكافيني في النار والله ما عندي شي مشكل، ما تركني ما تمشيش بلاصة خايبة، تمشي من الدار صافي ما كاين لا دور هنا لا دور هنا، ولا عايد يا شمول جي شمول جاج شمول فيرما صاحبي لا جاي يجي يمشي عندو، هذا هو فين عندي الخدمة، أما شي خدمة نقول لك شي حاجة ولا تمشي ندير شي حاجة ولا نبقى شي بلاصة ما كايناش، إلا لا كان على المغرب راه تنولي محب ديال الكورة، صافي لعب المغرب أنا تلقاني في القهوة، يسالي الماتش الله يسخر ليهم. هادشي هو اللي كاين بالضبط، اما الناس اللي تيهرسوا تيبغوا يهرسوا خوتنا، هادو غسابة خوتنا، هادو كنا ما نهرسوهمش بالعكس خاصنا نعاونوهم، خاصة ما نغدروا السوق، حنا هادوك الناس حنا انا لا بغيت نطيح السوق، وبغيت نرخص السوق، وبغيت نهبطو، خاصني نهبطو بمالي الخاص، اي نتعاون مع خوتي المغاربة الله يسهل عليهم، تنطلبوا الله يتيسع لي في الرزق سيدي يدير الحوايج، ولكن لا كنت باغي تضر الناس، لا كنت باش باغي تضر الناس. انا راه ما عنديش مشكل والله واخا نبقى نزرع معاك من 4000 ولا تعدي 4000 عام راه انا ما نتسوقكش ولكن الناس اخرين انا واش تنوضوا ونطيحهم للفيرمات ونكذبوا عليهم ونتحيلوا ليهم ندخل من الباب ونبيع ونشري معاهم نقول انا رزقي بغي نصدقوا دابا برساله واضحه شنو غادي تقول لهم؟ انا الله يرحم لهم الوالدين تيعجبوني تيجيبوا الدجاجه ويهرسوا الكسابه ديال مالي الفيرمه باش يدقدقوا ويوكلوا المواطنين حنا خاصنا نطاقموا مالي الفيرمه باش نبقاو بوحدنا ندوروا في المغرب بوحدنا حنا خاصنا نبقاو نقتلوا مالي الفيرمات ونبقاو ندورو حنا في السوق بوحدنا نعرفو الدجاج ما نصيبوش هذا هو اللي خاصنا حنا نديرو حنا مالي الفيرمات يديرو العار مول الفيرمة تا مكلك ومكلني انا ومكل المغرب كله ومسكين تيخسر حنا هو تيضحي باش يوجد المنتوج والمنتوج لك عندك الفلوس وما عندكش المنتوج واش غادي دير بهاد الفلوس؟ تاكل لك واحد؟ لا ميمكنش راه الفلوس انه الحمد لله راه عندنا تنشكروا المغاربه خوتنا كاملين اللي تيضحي وتيجيبوا لنا المواد كلها تيجيبوا جماع المواد تيوجدوها لينا، راه كاينين ناس مساكن اللي انا والله الا الناس انه كانوا في صوانيه الزيت قليله عندهم تيدي فلوسهم تيلقى الزيت، ها هو عندهم الفلوس يلاه فين غيجي؟ شحال نعاودوا نذكرهم الناس بالاثمنه؟ الاثمنه كلها اليوم اخويا الرومي 16 درهم. هنا؟ هنا. على ياخذوا الناس؟ والناس ياخذوا ب 360 ريال. الحمراء الحمراء العريانه ب 4 دراهم. اه. وشي ناس من البرجر تيسولوا 4 دراهم. وراه كاينه حتى 75 ولكن انا نقول لك داكشي اللي كان في المينيمو اللي غاديه اللي غاديه. هذيك كيقولوا لها الطوسيه اللي مغطيه الكروازيه. الكروازيه مغطيه طوسيه ب 12 13 درهم وراه انا دريتهم قال لك ودي خاصك تطيح السوق باش تطيحهم مولي الفيرمات. انا راه ما نطيحش مولي الفيرمات وما ما نقزبهمش حيت هذوك خوتنا واخا ما يبيعوش والله الا خويا حيت مخدم خوتنا المغاربه ومكلمو من طنجه للقويره من طنجه للقويره هو كاين شويه دابا الشرق عادوا الزياده شويه باش نكون واضح بحال تطوان بحال جبل الحبيب تتكون زيد واحد الدرهم على الدار البيضاء علاش عندهم الحال سخون ما تقدرش تكسبوا بزاف هذا الوقت هذا باش نكونوا نوضحوا للناس باش ما نضروش ولكن تما ما يسمعوش هاد الهضره هذاك الشيء شكون سولك تما ما يسمعوش هاد الهضره هادو ويدير شي صفقه ديال الثمن دير قياسك اخويا وتكيس على الناس تا واحد الناس راه تيزاد واحد 10 دراهم واحد الدريهم واحد البركه راه تيزاد في داك المواطن اللي ما عندوش الله يكون في العون اما الناس اللي عندهم الله يسهل عليهم ما تنحسدوهمش ولكن هذوك الناس حنا خاصنا نمشيو مع الناس اللي ما عندهمش علاش خاصنا نمشيو معاهم حيت الا تعاوننا مع دوك الناس اللي ما عندهمش حنا غير بغي يسهل علينا كلنا حيت انا 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 معشي وتا واحد الدري واش باصي مي ياكل انا بنت معشي ولكن هو داك السيد شنو الاهداف هذا الحياه اللي عايشها مسكين عنده وليدات الله يكون في العون تيتلقاو لي في البيت وحالنا بحالو تا هو عنده وليدات الله يخليهم ليه تا هو مسكين تيبغي يصرف عليهم تا هو تيبغي يجيب ليهم تا هو تيبغي يعطيهم خاطر خلي وليدات حنا داك شويه فين يدور ديك 5 درهم و6 درهم في الطوير تتعاون ويقدر دير شي لعيبات اخرين يقدر دير شي حاجه اخرى يزيد ما نجيبو تا هو يقدر الوليدات الله يحفظ جميع المغاربه اما حنا خوتنا كلهم راه حنا بحال بحال غير حنا ما فاهمينش امالي الرومي حنا راه معاكم وداك الشيء تما اللي تنقول لكم راه بالضبط راه ما تنتبعو لكم والو داكشي اللي كان في السوق راه هو اللي كاين، امال الدجاجة الحمراء ما تسبحوش لها امام الله، راه ما يجيش باش تبيع ليا، ما تبيعش ليا خويا، ولكن انت مرة تنوصلوا لك، ماشي سبب باش تبيع ليا باش ندير لك، ولا بعتي ليا انا راه نخلصك برزقك، والشروط اللي غنشرطوا لي اللي غنمشيو عليها، امال الدجاجة البيضاء الله يخليهم لي، انتم راه خدامين، وراه انا والثمن ديال 160 راه ما كاينش في البيضاء، راه كاينة 9 درهم اللي كاينة، و9 درهم راه غير هبطوهم هي، راه ماشي انه كان الثمن خاصو يتفرد دابا، هو ما كاينوش، حنا دابا قود المشاكل قود السمسارة قود الكذوب. كيحاربوك حيت كدوي. اي واخا انا مسامح لهم هذوك خوتي مغاربة، ولكن دي انا فروقة، انا باغي الخير للناس وما باغي ليا الشر الله يسامح لهم، ما يهمنيش داك الشيء، حنا خاصنا نكونوا
واش يقدروا يغلبوك بهاد القضيه ديال الاثمنه؟ بحال اش شي نهار يغلبوك شوف بان هاد الناس غادي يبقاو طيحوا الثمن 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 ما كنصور والو غنحبس من هاد التصريحات. لا لا انا خدام الحمد لله باش يعرفوا بانه لا لا ولا بد... غادي معاهم والله والله الا حبس لي مخ غنبقى عندي صنداله كنبقى معاهم علاش ما نخاف انا واش خلينا داك الشيء واش حكيت عليه هذاك بالرزق الرزق هو الله سبحانه وأما حنا دابا جايين تنسخنوا حنا ما جايينش على الفلوس حنا جايين تنسخنوا تنعاونوا مخوتنا باش ما نضروهمش هذا هو الهدف ديالنا الاول حيت انا ما تنستهلكش فلوس بزاف ولا واحد ديال الخدامه ولا واحد طونسبور وداك الشيء حنا الحمد لله حنا ما عندناش شي صفقه ديال الفلوس خاصه نفضنا نعيشوا بها حنا نعيشوا مع بحال الناس مع الدراوش حنا خوتنا الاغنياء ولا الدراوش تنعيشوا بحالنا بحالهم ما كاينش شي فرق في شي حاجه غير حنا دابا دوك مالين الفلوس تنحسدوهم تنبداو نسبوا فيهم مالين الفلوس مالين نادم الله يسهل عليه راه خدم اليوم خدمك هذاك السيد احترمو حتى داك ما خدمو وانت داك المسكين اللي ما خدمش ينوض من القهوه يفوت القهوه ويمشي يبيع واش غيجيب له الله النصيب ضل مصنع كامته في القهوه سخن ليا ترجع عليها سخن ترجع وراه عييتي من القهوه راه ما بقاش باغي تبارك هذا شرب قهوه وخرج ترزق الله على وليداتك ما تبقاش بارك وحضي دوك الناس اللي خدامين الله يسهل عليهم هذا هو اللي كاين وهذوك الناس اللي يبغوا باش يحاربوني باش يهرسوني انا راه مسامحهم انا والله ما عندي فيهم مشكل ولكن اخوانا راه والله ما نوض عليهم الا الثمن اللي كاين هو اللي غيكون في السوق هو اللي غيدار انا تنوصل خوتنا المغاربه حنا باغيين تضحيه ونضحيو معاهم وما عندناش فيهم مشكل وحنا تنعرفوا الله هو اللي كاين تحياتي حنا ورا خوتنا دور عند ولاد الحلال ومغاربه خوتنا حنتم على شي انا الناس يحسوا بينا تنهضروا ما بالصراحه حنا راه ما باغيين لا فلوس لا والو والله ما خاني تسد عليا في الباب تنموت ما خاصني والو تسد عليا الدفه ونبقى ناكل تنموت راه ما عنديش شي مشكل في الحياه حنت الله انا تعرف ولا يرزق الله ينصر سيدنا ويطول لنا العمر ديالو ويبارك في العمر ديالو ويحفظه لينا كما حفظ ذكر الحكيم ويحفظ مولاي الحسن مولاي يرشد لكم في قلوبنا وحبابنا وما حدكم معنا راه ما عندنا مناش نخاف انا ما حد سيدنا كاين والله ما نخاف من واحد هذا هو اللي نقول لك والله ينصر مولاي الحسن مولاي يرشد ولا خديجه طلب الله ينصرهم ويحفظهم لينا ويجمع شملنا ويجمع شمل المغاربه كاملين ويحفظهم ويتسع الرزق على كل مغربي افقر مغربي انا بغيت يتغنى ويسهل علي الله ويشافي كل مريض في بلادنا ولك السابع حنا تنطلبوكم الله يسهل عليكم والله يعاونكم الرومي راه السوق راه مزيان اليوم ونتاعوا مع خوتنا اللي ما عندهمش الله يوجد لنا وليهم ومالكنا الله يحفظه والله ينصره وتنتمنى نبوس ليدو راه تنقولها ونعاود نقولها انا داك السيد الله الا عز ليدو تنحبو من قلبي الخالص وباغي نشوفو اي حاجه انا عارف سيدنا انا وتنبغيو بزاف وتنموتو عليه وراه بين عينينا وخوتنا كلهم جميع المغاربه راه تنموتو عليكم راه ما عندناش مشكل معاكم وراه تنوصلوا ليكم تنشبعوا سبان ولكن داك الصبر ما تيمشيش لوالدينا راه تيطلع حتى لسدره المنتهى وتيطلع لوالديهم وتيقول يا ربي هذا انا هو شي بزاف ما نطولوش راه سب ابا الله يرحمه ما بغيتش نوصل لهم شي حوايج ندخل شي اختصاص ديال العلماء الله يحفظهم ما عندنا شي مشكل معاهم وحنا ديما السلعه لوجي مرحبا وتمن والله تيبقى الخوت وصل خوتنا المغاربه حتى للموت واللي عند الموت يطلقى والله ما نسمح ليه لما تلقى انا ربي راه كاتب لي عمري ما كاينش غادي يمحي الا هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا كان معنا الحاج الجغمومي كيف العادة من قلب سوق الجملة للدواجن بمدينة الدار البيضاء اللي كيعطينا يوميا الأثمنة واللي كيعيش واحد الحرب ضاغوس مع الباعة هنا ديال الجملة والباعة ديال المحلات اللي كيقولوا علاش كتقول الأثمنة وعلاش كتقول علاش الناس الأثمنة باش غادي ياخذوا الدجاج من عند مول الحانوت خلينا نبيعوا شنو ما بغينا ماشي السوق ولكن كيتحداهم تصوروا انهم ولاو كيجيبوا داك النوع اللي كيبيع هو ديال الدجاج كيبيعوه هو بالوفر مثلا غادي يجيب هو 100 دجاجه غادي يجيبوا هما 500 دجاجه ويبيعوها باقل من الثمن ديالو باش هو ما يعطيش التصريح ولكن هو ابى الا ان يبقى يعطي التصريح يوميا علاش باش المواطن المغربي يعرف شحال غادي يشري الدجاج سواء هنا داخل سوق دواجن الجملة أو عند محلات بيع الدجاج بمدينة الدار البيضاء والضواحي بل بكل مدن المملكة المغربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة ونشوف في رعاية الله وإلى مباشرين أخر.